بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تناولنا في حلقات سابقة الإعجاز الدلالي في القرآن الكريم في المشترك وفي المتواطئ وفي جوامع الكلم وفي الجمع بين الحقيقة والمجاز، ونتحدث معكم اليوم في سراء المعنى واتساع المعنى في الجمع بين المعنيين اللغوي والشرعي. وفي الحلقات السابقة قلنا إنه لا مانع إذا يعني ناسب السياق وإذا سمح السياق أن يحمل اللفظ على جميع معانيه المشتركة أو جميع معانيه من الحقيقة والمجاز، لا مانع من ذلك إذا كان السياق يؤيده. كذلك هنا، إذا كان لللفظ معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، وورد في آية من الآيات والسياق يسمح بحمل اللفظ على المعنيين، فما المانع من ذلك؟ لا مانع. من المفسرين من يمنع، لكن منهم من يجوز ذلك بشرط السياق. فمثلا في قوله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. للزكاة فاعلون، ما معنى الزكاة هنا؟ الزكاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. الزكاة لها معنى لغوي، هذا المعنى اللغوي تعني تطهير النفس، الطهارة وتزكية النفس وإصلاحها وتنمية جوانب الخير فيها. الذين هم للزكاة فاعلون، أي مؤدون لتطهير نفوسهم وقلوبهم بطاعة الله واجتناب الشرك وبتوحيد الله تعالى. هذا هو المعنى اللغوي الذي يأتي مع سياق الآيات ويأتي جميلا رائعا. لكن هل ينافي ذلك المعنى الشرعي وهو الزكاة بمعنى إخراج المال القدر المخصوص الموصوف من نصاب معلوم حال عليه الحول، إخراج جزء من المال يطهر به المال؟ هذا من معنى الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. لكن اعترض بعض المفسرين من جهة أن الصورة مكية، لكن لا مانع أنها تشير لإخراج الصدقات أو للزكاة التي ستفرض بعد ذلك. وكذلك مثل هذا الخلاف في قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة. فقالوا المشركون غير مخاطبين بالفروع، فلا نحملها على الزكاة الشرعية. ويكون المقصود الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يطهرون أنفسهم من الشرك. لكن السياق يسمح بحمل اللفظ على معنيه اللغوي والشرعي عند بعض المفسرين، فيكون المعنى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يزكون أنفسهم باجتناب الشرك ولا يؤتون الزكاة، ويرون أن هؤلاء المشركين مخاطبون بالفروع على خلاف بين الأصوليين، وأنهم سيسألون يوم القيامة عن الصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال كما يسألون عن التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا كتابه وأن يرزقنا العمل به وتدبره. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.